خالتي انت تعبتي قوي، تحب اكلم السواق يروحك البيت؟ ايه هو انا قاعده على دماغك؟ لو انت تعبانه وعاوزه تروحي روحي انت. لا اروح ايه، ده لؤلؤ دي زي اختي. ولؤلؤ مش زي بنتي، لؤلؤ بنتي يا مروه. في ايه يا خالتي؟ مالك جز عليا ليه؟ انا عايزاكي تروحي يا حبيبتي عشان تاخدي الدواء، ولو لؤلؤ كانت فايقه كانت هي بنفسها هتقولك الكلام ده. لما لؤلؤ تفوق وتقوم بالسلامه وتقف على رجليها ان شاء الله انا هيبقى ليا معاها كلام تاني، عشان في عيون حسداها ولازم تمشي، ويا تمشي يا اما انا هخزقها بايدي. اتفضلي يا حاجه المصحف اللي انت طلبتيه. شكرا يا بنتي. زي ما الحسد مذكور في القران فكه كمان موجود في القران. انا هقرا لبنتي كلام ربنا عشان يبعد عنها العيون اللي بصلها. الو يا مروه، بكلمك من الصبح ما بترديش، خضتيني. الله يخرب بيتك، لولو جت من عندك طبت ساكته قدام البيت. انت عملت فيها ايه؟ ده كده ممكن تروح مننا يا غبي وما نلحقش ناخد منها حاجه. لولو مالها؟ هي كويسه؟ حصل لها حاجه ولا ايه؟ مالك يا اخويا قلبك اتخلع عليها قوي كده ليه؟ ما تخافش، احنا نقلناها على المستشفى والدكتور قال عندها ضغط عصبي. احنا عايزين بقى ندق على حديد وهو سخن. انا اول ما تفوق هسخنها على طول عشان تطلب منه الطلاق عشان نخلص منه بقى. في مستشفى ايه؟ مستشفى اوسي اللي في اكتوبر. ايه؟ هتبعت لها ورد. الو مودة زفت. لولو انا ظهرك وسندك. وانا مش عاوز حاجه من الدنيا غير انك تكوني مبسوطه. انا لازم ابقى عارف كويس قوي اني هبقى اهبل لما اسمع كلمه من واحده زيك، واحده تربيه ملاجئ. فكرك ان دي اول مره حد يقول لي فيها تربيه الملاجئ؟ سمعتها كتير وشفتها في عيون الناس اكتر، بس منك انت كانت مره علقه. لولو انا بحبك. أنا بحبك يا بدر. ممكن تقبليني أخطبك بخاتم فضة؟ بس في حاجات كتير أوي أنت ما تعرفوش. مش عايز أعرفها. لحقت نفسي قبل ما عدتك تخلص ورديتك. هو أنت مش طلقتني؟ وما كانش ينفع تيجي غير كده. ولو على زعلك سيبيني صالحك. انا كانت بصيتك ليا بس بتعيشني يا لولو. دلوقتي انا بموت الف مره وانا ببص لك. وانا كمان بموت. افهم بقى، انت عرفتي حد غيري في الفتره اللي كنا فيها بعاد عن بعض؟ طب افرض يعني عرفت هتعمل ايه؟ هقتلهولك. وانت جيتي ليه يا لولو؟ جيت عشان